واجهتني صعوبات؟ أكيد. أنا متنازلة عن كل حاجة. ثقي فيني. أقدم مرافعتي لدى عدالة المحكمة الموقرة عن موكلتي عذراء إبراهيم والمتهمة بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. أحس من اليوم إني غريبة بعدين. تعرف ترقص؟ ها؟ ترقص. يعني أطقطق. مش صعب أخلي اللي أنا بتمناه يبقى حقيقة، وأنا لازم أكون واثقة في إحساسي في كل دقيقة.